جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. قال هو طلع بسفينة من مومباي وهرب برات البلد. كيف؟ أكيد ما ضل عنده فرصة تانية غير إنه يهرب. لو إنه إجا لهون كانت مسكته الشرطة، وبعد أنت بتعرف شو اللي ممكن يصير. أنا بتمنى من كل قلبي إنه نخلص من هالمشاكل بأقرب وقت ممكن، وبعدين بنعرف كيف بدنا نتصرف. حظي كتير حلو لأنه صار كل هذا الشيء، وبوقت قصير كتير وبلا عذاب يوفيناش صار برا، وهلأ صار فيني أرجع أحكي من جديد معك يا توينكل وبدون ما حدا يحس بأي شيء. شيء حلو كأني رجعت حب مرة تانية وماني عارفان. إجوا السيد مانوهار وزوجته. كونج كيفك؟ صار لك شيء؟ أنت منيح؟ إيه أمي أنا منيح. الحمد لله على السلامة يا ابني. كيفك؟ نحن صار لازم نحط حد للي عم يصير. يا فيناج كذاب وخدعنا كلياتنا، هرب وترك أمه لحالة. مسكيني أنيتا أكيد بتكون زعلانة كتير هلأ. سورجيت فيك تقلي وين كانت أنيتا لما يوفيناش خطف بنتنا وهرب فيها؟ ما كانت أمه وقتها يعني؟ إيه هي كانت بتعرف، ومتأكدة إنها هلأ كمان بتكون عاملة حالة أنا ما بتعرف وين متخبي ابنة يوفيناش. شي حلو، وحلو كتير كمان يا توينكل شي اللي سمعته هلأ. تعرفي شو؟ هلأ يعني أنت لازم تقولي إنه أنا اللي إيد بتهريب يوفيناش برا البلد، وأنا اللي ساعدته كمان طبعاً، لأنه أنتوا بتتمنوا إنه تجيكم أي فرصة منشان تبلشوا تهينوني وتحكوا علي وتتهموني كمان. ليش تاركي هالفرصة لهلأ؟ يلا قليلي